أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما يا أبو غازي، يا أبو محمد، دوما ودائما فهد عبد الجليل أبو غازي الصقر. ها إيه نعم، أنا أقول الصقر وأنت تقول الصقر. إيه الصقر، خلاص. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، وهذه طبعا اليوم راح نتحدث طبعا عن هذه المجلة العريقة، مجلة الصغر، يعني حالها حال مجلة الرياضي. صحيح. ومجلة فوتبول وأولمبياد والوطن الرياضي وأجيال والجماهير. صح. وغيرهم من حقيقة فعلا المجلات التي وثقت يعني بطولات عديدة ومباريات عديدة، واليوم احنا طبعا الحقيقة قاعد نعرض هذا التوثيق ونشيد بهذه طبعا المجلات والصحف اللي كان لها دور طبعا في هذا التوثيق. هاي طبعا الرياضي 2 أبريل، عفوا الصغر القطرية، هذه 2 أبريل 1985 زيكو ورحلة المجد الكروي سنة 85 يعني زيكو في آخر السنوات. نعم. الكروية بدأ 76 مع المنتخب لغاية 86، بعدين خلاص طفى نجمه. عندنا أول شيء كأس آسيا المجموعة الأولى، قطر لبنان مكرر قبل لقاء العراق ورحلة 15 هدفا، قطر التجديد يبتدئ بالهجومية الكاسحة. على يعني تصفيات كأس العالم، على تصفيات مفهد كأس العالم 86 إيه. طبعا قطر 8 لبنان 0، هذه كان احدى المباريات، مجموعه قطر ولبنان. نعم. والعراق على تاريخ 27 مارس 85. صحيح. انتهت 5-0، كان في استاد حمد كبير بالنادي العربي طبعا اللي سجل الاهداف. طبعا الشوط الاول انتهى 2-0، سجل الاهداف صالح عيد تقريبا 3 أهداف أو 4 أهداف، منصور مفتاح 3 أهداف، وعلي زيد. التحكيم جاسم مندني للساحة البحريني. نعم. يعني هذا كاتبين طبعا تشكيلة الفريقين، نتيجة ثقيلة الحقيقة، لأن ضمت مجموعة منتخب قطر ومنتخب العراق ولبنان والأردن، والكل يذكر أن منتخب قطر قدر أن يفوز على منتخب العراق في الدوحة 3-0، لكن في كل كتة المباراة المشهورة اللي صارت فيها أحداث الهوشة اللي صار بين قطر والعراق، استطاع المنتخب العراقي يفوز بهدف يعني. نعم. خارج عن المألوف أحرزه كريم. نعم. علاوي بنتيجة 2-1، أحرز أحمد راضي الهدف الأول ورد علي زيد هدف التعادل، وكان التعادل من صالح قطر، لكن في آخر الدقائق. نعم. استطاع المنتخب العراقي أن يحرز هدف جميل. نعم. عن طريق كريم علاوي. هذه المباراة الثانية قطر وطبعا لبنان، المباراة الأولى وفهد مثل ما ذكرنا كانت في 27 مارس، هذه المباراة الأولى الأولى طبعا انتهت 7-0 لقطر. المباراة الثانية انتهت 8-0 لمنتخب، كانت مشاركة رمزية المنتخب اللبناني، كان لبنان تمر في ظروف سيئة جدا في تلك الفترة. طبعا هذه طبعا تغطية ل كأس أوروبية للأندية نصف النهائي، هذا لاعب طبعا جيريس لاعب منتخب اسباني فرنسا. نعم. اللي احرز عين هدف والغاه. نعم. الحكم ساكن. نطلع فاصل بغازي ان شاء الله. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خليكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم عن مجلة الصغر. نعم. 1985. نعم. هاي طبعا صورة للبلاتيني بفهد، وصورة لريال مدريد وانتر ميلان، ولقاء لن يخلو من الذكريات. طبعا 85 يوفنتوس بطل أمم أوروبا بفوز على ليفربول في المباراة. نعم. اللي صارت أحداث اللي صارت في بروكسل في العاصمة البلجيكية، وكل عرف أن الأحداث والوفيات اللي صارت مع الجمهور الإيطالي في الاعتداء اللي قام فيه الجمهور الانجليزي، وبعدها وقفوا مشاركات المنتخب الانديه الانجليزيه تقريبا 5 سنوات او اكثر
هني مباراة شهدت فوز بهدف بلاتيني من ركلة جزاء على ليفربول. اعتقد منعوا يمكن جمهور وقفوا الدول قصدي الأندية الإنجليزية. طبعا في اخبار كثيرة وفهد. المنتخب الجزائري يفوز في غياب نجومه حين تألق البلومي. طبعا تحذيرات كثيرة وتحركات اكثر في نطاق تحضيرات تصفيات كاس العالم 86 التي انطلقت في الجزائر. طبعا تكلمون عن استعدادات يعني منتخب الجزائر. طبعا تأهلوا عن قارة افريقيا منتخبين عربيين. نعم. الجزائر والمغرب. نعم طبعا يعني لعبوا طبعا منتخب الجزائر مباراة تجريبية مع يوفنتوس فانتهت المباراة. طبعا تألق الأخضر بلومي وكريم ماروك. يقول لك بينما لم يطرب 50,000 متفرج حضروا 50,000 متفرج بألعاب ميشيل بلاتيني وبونيك رغم أن الأخير سجل الهدف الثاني. طبعا أهداف المباراة الهدف الأول يعني في الدقيقة 41 سجلها طبعا بونيك. دقيقة 56 سجل برانديلي. نعم الهدف الثاني. دقيقة 70 قذيفة مباشرة من 20 متر لبلومي يكملها ياحي. الدقيقة 83 تمريرة طبعا كريم ماروك إلى مغيشي اللي يحاول مدافع يوفنتوس يخرج الحارس طبعا لكن سجل المباراة. رغم نتيجة هذه المباراة إلا أن الهدفين اللي يسجل يعني سجلها في مرمى الجزائر يتحمل مسؤوليتهم كامل. طبعا انتهى اللقاء 2-2 بين يوفنتوس ومنتخب الجزائر. مفاوضات لضم الأخضر بلومي لنادي يوفنتوس بعد هالمباراة. بلومي الأخضر بلومي كان مفاجئ. هذا فوق خبر يعني بعد مباراة منتخب الجزائر يوفنتوس الأخضر بلومي لن أنتقل قبل عام 1986 وبالضبط بعد كأس العالم. كأس العالم وهي صورة للأخضر بلومي والبلاتيني بعد المباراة. صورة تاريخية الحقيقة. أخضر بلومي يذكر أنه صاحب الهدف الثاني هدف الفوز في مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم 1982. نعم طبعا هذه نجوم العالم رسميا الحقيقة يعني حطوا يعني نجوم في كل سنة أبو فهد يعني في كل سنة حطوا نجم. طبعا هذه صورة لميشيل بلاتيني فاز بالكرة الذهبية الأوروبية مرتين 83 و 84. الأمير مارادونا نصبوه في أمريكا الجنوبية مرتين. طبعا هني كرويف وكيمبس معا عندما ترأسا برشلونة وفالنسيا. هذه طبعا صور لنجوم العالم. هذه إحصائية لأسماء أفضل لاعب في كل عام في كل سنة. صحيح وأعتقد اللي فاز فيها بلاتيني في 85. نعم طبعا أخبار كثيرة أبو فهد. طبعا وصلنا التجوري عندنا هذا يعني آخر شيء زيكو كرنفال البرازيل الكروي الذي سحر الملايين بروعة الكرة. هذا لقاء حوار مع زيكو. هذا مع زيكو الذي سحر الملايين بروعة كروية. صنّى التجوري. تجوري أبو فهد عندنا منتخب شباب الصين بطل كأس آسيا والمتأهل لنهائيات كأس العالم في موسكو 86. هذا منتخب الصين. أقول أساميهم ولا ما يحتاج؟ لا ما عندنا وقت. ما في وقت ها؟ ولا كنت بقول أساميهم أنا بس. لو بس أبو محمد فيصل شوفان يسطرهم إن شاء الله كلهم. طبعاً مع الصورة هذه النادرة جداً. صورة جميلة للعبة منتخب الصين. طبعا السادة المشاهدين يمكن يعرفون نصهم أنا ما أعرفهم. نصل أعزائي المشاهدين نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة.